بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. طبعا العلاج بالرقية الشرعي هو تلاوة القرآن المجرد مع الدعاء والتوصل الى الله عز وجل. بالنسبة لنا الجن ما بنستخدم وحجم ما بنحجم وافتح راح نبدا لسه وان شاء الله انه يكون ما في شيء، واذا كان في شيء ان شاء الله ان الله ينهي. على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الله أكبر. والصفات صفا فالزاجرات زجرا. نحن أصحاب القرآن الكريم لا حجة لكم علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصفات صفا أصحاب النار هم فيها خارجون. اقرأ الكرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وراي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده؟ قل بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القرين، دخول القرين. اقرأ، اقرأ الكرسي. ركز ركز ركز. له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ركز، ما ضرب جسمك في شيء. قول بسم الله مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وفي مرة ثانية بس نعيد شوية أكون بسموس. قول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ارفع الصوت. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã.